سائل يقول: هل إذا تعمد الشخص مخالفة الكتاب والسنة يكفر بذلك؟ هل إذا تعمد الشخص مخالفة الكتاب والسنة يكفر بذلك؟ هذا يختلف اختلاف، إن كان أنه فعل ذلك وهو يعلم أنه مخالف، ولكن غلبه هواه أو شهوته، هذا عاصي. أما إذا كان متعمدا وهو يعلم أن هذا لا يجوز، تعمد، هذا عليه خطر من الكفر. نعم.